يعني الكلام الحقيقة رائع. يعني عندي نقطتين بس عايزة العقل الباطن ما اخرجش فيه، لأنه أحيانا يقول لك إيه، برضو ندي أمثلة للمشاهدين. مثلا ممكن أقول إيه، يعني أنا ما بحبش الأكل ده خالص، مثلا نوعية من الأكل، أنا ما بحبش الأكل ده خالص، فيقال إنه مش مفروض أقول كده لأنه عقلي الباطن بياخده كده، لكن أقول إيه، أنا هجرب نوعية أخرى من الأكل. يعني فرق الجمل دي، الأحكام، هل دي بتفرق قد كده فعلا؟ جدا تفرق فعلا، جدا جدا. اصلا ده بيسموه كوجنيتيف ديستورشن، يعني تشوهات معرفيه، اللي هو انا عقلي الباطن هو عايز دايما يسيطر، يعني هو دايما عايز ياخد الدفه علشان ما يخلينيش اتعب. فانا بديله اقول له هنجرب حاجه جديده بالزبط. بدل انا ما بحبش بالزبط. مش بس هنجرب، يعني ممكن اقول له ايه، طب ايه المشكله مثلا لو جربت؟ طيب ليه انا اصلا ما بحبوش؟ ابتدي اسال نفسي، لما اسال أوكي. نفسي انا كاني بتحدى هذا العقل الباطن يعني. فهو النفي ده لا. طيب انا هاخدك تاني لحاجه اسمها الاهداف الذكيه او سمارت جولز. الاهداف الذكيه دي اكيد كلنا بنحب نعملها. وحاجه تانية اقول لك ان انت لازم تعمل لسته. يعني مثلا انا عايزه من اول السنه مثلا اغير بيتي، انا مثلا عايزه اعمل في شغلي كذا، انا مثلا بحب الكتابه ومتعطله جدا وعايزه اطلع كتاب، ودي حقيقه متعطله فيه جدا. بس اكزامبل فلازم احط الحاجات دي فعلا بالترتيب، وكل يوم ابص على الليسته دي حقيقي هحققها ولا برضو ده كلام. اوكي تعالي ناخد المثل بتاع الموضوع الكتاب ده ونحوله بقى لفكره السمارت جولز. يعني ايه سمارت جولز؟ هو فكره الاهداف ايه، ان انا عايز اوصل لتارجت معين. بس الناس دايما بيبقى عندها التارجت، او يعني في المعظم يعني بيكون التارجت ناعم كده شويه مش باين، اللي هو مثلا انا عايز اكتب كتاب، انا عايز اخس، انا عايز اترقى. ده كده تارجت بيسموه مش ذكي، لان انا مش عارف امشي عليه اصلا، مش عارف اقيس انا وصلت له ولا لا في الاخر. ففي طريقه من طرق تحديد الاهداف اسمه سمارت جولز، وسمارت معناها هدف ذكي. كل كلمه في كلمه سمارت، او كل حرف سوري في كلمه سمارت، بيرمز لحاجه المفروض احطها في الهدف بتاعي. فمثلا اول حاجه الاس ترمز لفكره السبيسيفيك، او ان الهدف بتاعي ده يكون هدف محدد. مثلا لو انا دلوقتي عايزه اكتب كتاب، تمام، يبقى انا المفروض الهدف بتاعي يكون محدد بشكل واضح جدا. انا هعمل ايه يعني في الكتاب ده بتاعي ده مثلا؟ يعني مثلا انا عايز اكتب 200 صفحه في الكتاب بتاعي اللي بيتكلم مثلا عن كذا كذا مثلا، وات ايفر ايه بقى. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه يكون الهدف ده ام، حرف الام يعني ميجربل. ميجربل يعني ايه؟ يعني قابل للقياس. يعني انا هعرف امتى ان الكتاب بتاعي ده اتكتب، لما الاقي عدد الورق موجود. هعرف امتى ان انا خسيت، لما اقف على الميزان واقيس. فاقول مثلا انا هكتب مثلا في اليوم مثلا 10 صفحات مثلا، دي بقى اللي هي دي لازم احددها بالظبط. دي اللي هي حرف الايه، تمام، اللي هي فكره الاكشنبل، اللي هو في اكشنز وفي خطوات انا هعملها كل يوم. مثلا عشان اكتب كتاب، لو انا مثلا دلوقتي قلت 200، فانا ممكن يبقى كل يوم اكتب مثلا 10 صفحات مثلا. يعني لازم يكون حلم قابل للتحقيق عشان ما يكونش الاشي خيال. صح، دي الار بقى اللي وراها، دي كلمه الار اللي هي يكون رياليستيك. هل ده انا اقدر اعمله؟ هل اقدر اكتب كل يوم 10 صفحات او 15 صفحه؟ تمام، طبعا لا، بس على حسب، على حسب. طبعا لا، مش حاجه عشان الكتابه مش سهله، انت عايز مود وعايز حاجات. فمثلا لكن ممكن اقول مثلا هكتب أيوة. مثلا 5 حلو عشان اقدر اظبط ده. حلو. يعني اهو ده كده انا كده تتحول من فكره بدات اقيس نفسي، عايز قدراتي يعني بالظبط. انا كده مش عايز اكتب خلاص، انا كده عايز اعمل الهدف. بس احيانا ممكن يبقى عندك القدره وتكتب اكتر من اللي انت حاطه، يعني ممكن أكيد. تلاقي نفسك عندك اسهاب، لانه الكتابه فيها اسهاب، ممكن تكتب 20 صفحه أكيد. بس اقصد انت لازم تعمل تقيس لازم يبقى في سيستم، بغض النظر علي. انا همشي يعني هعدي السيستم ده ولا، بس لازم يكون في سيستم. والهدف بالنسبه لي مش ان انا اوصل للتارجت اللي في الاخر، لا، الهدف بالنسبه لي ان احقق السيستم. يعني الهدف بالنسبه لي دلوقتي هو ان انا امشي في اللي انا عايز اعمله دلوقتي. طيب. يعني انا ممكن كل شويه اقعد اقول ايه، انا عايز ابقى اكتب الكتاب، الكتاب مهم بالنسبه لي. طب حرف التي، وصلنا لحرف التي. حرف التي اللي هو تايملي باوندد، او يعني تايملي اللي هو في الاخر الهدف ده يكون ليه توقيت معين، توقيت زمني معين بقيسه فيه، ليه ديدلاين. عشان لو انا مش حاطط له وقت يبقى انا مش همشي فيه اصلا، يعني مش هكمل فيه. السمارت جولز دي هي حلوه تخليني اكتب هدف واضح قوي وذكي جدا. بس مش هتنجح برضو غير لو هي انا كل شويه برجع اقيسها. يعني انا ممكن اكتب سمارت جولز حلوه جدا واعمل لسته اهداف جميله جدا، بس لازم ارجع كل شويه اشوف هو انا ايه اللي كتبته وايه اللي انا ماشي عليه دلوقتي، واللي نفذته من الخطه.